هذا الرجل البائس من أهل الحيرة لديه مظلمة. ما اسمك؟ إياس بن مرة. من ظلمك؟ أنا رجل ذمي لا أملك قوت يومي، ضربني الموكل بالجباية لكم لأني لم أستطع دفع ما ترتب علي. والله لتضربنه كما ضربك إن كان ما تقوله صحيحا. لكن عامل الجباية مسلم وهذا ذمي، وهذا أذى على الاقتصاص منا. أبا ليلى، إن للناس علينا ذمة وعهدا، فإذا لم نعمل بما حض عليه ديننا وما عهدناهم عليه حق لهم التنصل من عهدهم. إن كان هذا العدل هو ما ينص عليه دينكم فأنا أول المؤمنين به. والله والله لا نبغي مالكم ولا أرضكم، جل ما نبغيه هو إعلاء كلمة الله ونشر دينه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن تكون لك حمر نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.